السلام عليكم وحياكم الله مجددا في دورة صيانة الشاشات الـ LCD. اليوم بدنا نستكمل إن شاء الله في موضوع الإنفيرتر، بعد ما تكلمنا المحاضرة الماضية عن اللي هو الإنفيرتر Idea and Basic Types، عن الفكرة الأساسية والأنواع التأسيسية للي هو الإنفيرتر، وشفنا فيها أربع أنواع: البكرور إنفيرتر، البوشبل إنفيرتر، الهاف بريدج، والفول بريدج. اليوم المحاضرة بعنوان مكونات الانفيرتر بشاشات العرض LCD Inverter Contents. بدنا نشوف ما هي البارتس او الاجزاء المكونة للانفيرتر حتى انه يكون قادر يعطيني جهد عالي من خلال اللي هو الاوتبوتس. طبعا احنا بنجرب على اللي هو شاشة LG 1934، وهي السكيماتيك الخاصة فيها. هاي دائرة الانفيرتر، وهيها بشكل أفضل مكبرة أفضل شوي. الآن عشان يشتغل الانفيرتر صح بده يكون في عندي خمس مكونات. أول حاجة الVCC أو السورس، او السبلاي اللي بدك اياه. والفي سي سي او السورس او السبلاي بينقسم لشقين. الشق الاول في سي سي حتى يغذي لي السويتشز، المفاتيح الالكترونيه اللي حنتكلم عنها كمان شوي. الفي سي سي الاخر هيغذي لي اللي هو الانفيرتر IC. هاي العنصر الاول، واحد بده يكون في عندي VCC. العنصر الثاني بده يكون في عندي انفيرتر IC. الIC اللي بدها تطلع البلصة عشان تشتغل الترانزستور. هذه هي رقم 2، الانفيرتر IC. الان الجهد اللي داخل حيصلي للترانسفورمر او ستيب اب ترانسفورمر او لاين. ستيب اب ترانسفورمر او لاين او هاي فولتج. هذه ثلاث مسميات له اللي هو محول التقطيع، اللي بده يتم عليه اللي هو التقطيع. هذا العنصر رقم 3. الان من العنصر رقم 3 الجهد اللي داخل اللي واصل على السنتر تاب زي ما شفنا في انواع من الانفيرترز، ونفسه واصل للسنتر تاب اللي هان، معطي له سويتشز اللي هو المفاتيح. عبارة عن فتة ترانزستور بتم عليها تقطيع السورس اللي موجود هنا، عبارة عن اللي هو 14 فولت، حيتم تقطيعه على هذا ترانسفورمر وعلى الترانسفورمر الاخر عن طريق الترانزستورات. هي كل ترانزستورة ماخذة شانل في اللي هو السنتر تاب. هي الترانزستورة العلوية ماخذة شانل العلوية، السفلية ماخذة شانل السفلية، وكذلك هذا الترانسفورمر، حتى انه يخرج لي اوت على اللي هو هذه البلاكس. وهذا العنصر الخامس، هنا عندي حاجة اسمها Output الخرج. هذه هي العناصر الخمسة المكونة لأي إنفرتر. رقم 1 Supply، VCC أو Source حتى يغذي لي الIC الخاصة بالإنفرتر، ويغذي للسويتشز اللي بده يتم عليها التقطيع.
اثنين الاي سي نفسها الانفرتر اي سي اللي بدها تطلع لي البلصه للسويتشز. يعني اذا اتبعنا البلصه هنا من طرف اثنين من طرف واحد، هيو هاي درايف واحد واصل للترانزستور العلويه اللي هان والعلويه اللي هان، وطرف 15 طالع للترانزستور السفليه اللي هان والسفليه اللي هان. اصبح اثنين انفرتر اي سي، ثلاثه الستيب اب ترانسفورمر اللي بده يرفع لي الجهد حتى انه يضيء السي سي اف ال، واللي له ايضا مسميات ستيب اب ترانسفورمر او لاين او هاي فولتج. اربعه السويتشز الالكترونيك سويتشز، المفاتيح الالكترونيه اللي عباره عن ترانزستورات. خمسه الاوتبوت او انشئت السي سي اف ال، الخرج اللي بده يوصل للمبات السي سي اف ال اللي بدهن يضون الباك لايت. طيب هي عند البورد، هذه نفسها اللي بنحكي عنها. على البورد بدنا نحدد الخمسه بارتس اللي بنحكي عنها. طيب زي ما احنا شايفين الان هي الباور سبلاي، لو اتبعنا الاوتبوت الموجود في الباور سبلاي حنلاقي دي 803 بخرج ال 14 فولت، ودي 805 بخرج ال 5 فولت. هاي 803 وهي 805. الان هدول ديودين الخارج. الان من هان يعتبر عندي اللي هو السورس، السورس اللي بده يغذي للسويتشز واللي بده يغذي للانفرتر. اصبح هاي العنصر رقم واحد السورس. العنصر رقم اثنين اللي هو الانفرتر اي سي، هذا هي هذا الانفرتر اي سي الاو زد، هاي الاو زد هذه هي موجوده هان. الثالث الستيب اب ترانسفورمر، الاثنين هاي هاي واحد وهي واحد. السويتشز هاي هذا عبارة عن اي سي، كل اي سي فيها اثنين فتة ترانزستور، وكل ترانزستور بتقطع على سايد من اثنين سايد الموجودة فيه اللي هو الهاي فولتج. هاي الهاي فولتج وهي السويتشز، بضل الاوتبوت اللي هو الخارج على البلوكات الموجودة هنا. هذه الخمس عناصر المكونة لأي انفرتر، بده يكون في عندي سبلاي، بده يكون في عندي انفرتر اي سي، بده يكون في عندي ستيب اب ترانسفورمر، ترانزستورات سويتشنج، اوتبوت او سي سي اف ال. طيب بدنا نعاين ايضا بعض البوردات ونتاكد من اللي هو الخمسه بورتس المكونه لاي انفرتر في كذا بورد موجوده عندنا. هاي مثلا بورد زي ما احنا شايفين، الباور سبلاي دخل الكهرباء، الاوتبوت موجود هنا على طول، هاي موجود عندي 1 ستيب اب ترانسفورمر، ممكن يكون واحد ممكن يكون اثنين. اصبح هاي احدى العناصر وهي الاوتبوت على البلوكات الموجوده هنا، وهي الانفرتر اي سي وهي السويتشز. اصبح السورس او الفي سي سي هي هون على الاوت، هاي واحد، الانفرتر اي سي اثنين، الهاي فولتج ثلاثه، السويتشز أربعة، الأوتبوت هيو على البلوكات الموجودة. رول، قاعدة في أي شاشة ممكن توجهها، الخمسة بارتس يجب أن تكون موجودة حتى أنه يكون في عندي هاي فولتج ويضيء السي سي أف إل. هاي بورد أخرى زي ما احنا شايفين، هاي الباور سبلاي، هاي داخل الباور سبلاي، خرج الباور سبلاي، الاوتبوت، الاوتبوت في الباور سبلاي انبوت او في سي سي لدائرة الانفرتر. هاي الانفرتر اي سي، هاي ترانسفورمر، هاي السويتشز، هاي الاوت. رول، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. بورد اخرى، باور سبلاي داخل الباور، الاوتبوت الخاص في الباور، الاوتبوت يعني عندي اسمه في سي سي، هاي الفي سي سي رقم واحد،
الانفيرتر اي سي رقم 2، الهاي فولتج رقم 3، السويتشز رقم 4، الاوتبوت رقم 5. بوردة اخرى، دخل الكهرباء الباور سبلاي الاوتبوت يعني في سي سي هي 1، 2 انفرتر اي سي، 3 سويتشز هي ترانزستورات على هذا المشتت، 4 الهاي فولتج، 5 الاوتبوت. بورد اخرى، دخل الكهرباء الباور سبلاي حتى يكون في عندي اوتبوت، الاوتبوت في سي سي يعتبر عندي، الانفيرتر اي سي، السويتشز، الهاي فولتج، الاوتبوت. بورد اخر، دخل الاي سي باور سبلاي اوتبوت يعتبر عندي ك في سي سي يعني العنصر رقم 1، 2 اي سي انفرتر، 3 الهاي فولتج ترانسفورمر، 4 السويتشز، 5 الاوتبوت. بورد اخرى، دخل الباور سبلاي اوت الباور اللي يعتبر عندي في سي سي او العنصر الاول، 2 اي سي الانفرتر، 3 الهاي فولتج، 4 السويتش، 5 الاوتبوت. بورد اخر، الباور سبلاي الاوتبوت الخاص في الباور سبلاي، الانفرتر اي سي، الهاي فولتج، ترانزستورات، سويتشز، الاوتبوت. بورد اخر، الاي سي انبوت الباور سبلاي الاوتبوت يعني العنصر رقم 1، العنصر رقم 2 الانفرتر اي سي، العنصر رقم 3 الهاي فولتج، العنصر رقم 4 سويتشز ترانزستورات، العنصر رقم 5 الاوتبوت الخارج. بورد اخرى، الاي سي الباور سبلاي الاوتبوت الخاص في الباور سبلاي اللي هو رقم 1 في الانفرتر، 2 اي سي الانفرتر، 3 هاي فولتج، 4 سويتشز، 5 اوتبوت خرج اللي هو الانفرتر اللي بده يعمل سبلاي للسي سي اف. بورد اخرى زي ما احنا شايفين، انبوت اي سي باور سبلاي اوتبوت للباور، عنصر رقم 1 في الانفرتر، عنصر رقم 2 اي سي الانفرتر، عنصر رقم 3 الهاي فولتج، عنصر رقم 4 سويتشز ترانزستور، عنصر رقم 5 الاوتبوت على البلوكات الموجوده هنا. نشوف ايضا بورد اخيره زي ما احنا شايفين، نفس الشيء الباور سبلاي الاوتبوت يعتبر انبوت للانفرتر، هذا رقم 1، رقم 2 الاي سي، رقم 3 الهاي فولتج، رقم 4 السويتشز، 5 اللي هو الاوتبوت. ان شاء الله رب العالمين تكون وضحت الصوره في مكونات اللي هو الانفرتر الخمسه، الفي سي سي او الانبوت او السبلاي، الانفرتر اي سي، الهاي فولتج، السويتشز، الاوتبوت. شكرا لكم لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.